سامر بدي 2 تارت أفراز وحدة أبل كيك. شبكي كارلا شبكي، الواحد بيقول مرحبا بالأول. تعبانة كثير وحياتك. سلامتك كارلا، أنا ماني غريب، قولي لي في شيء عم يصير معكم؟ ليش عم تقلي هيك؟ بصراحة يعني أنا عندي فكرة عن الظروف اللي عم تمروا فيها وبعرف وضعكم وبعرف إنه لحظة إن شاء الله كرمال لأنه أجرنا بيت خالي. بالضبط. هلا بفرجي أنا مريومة. لك كارلا؟ كارلا؟ لك تعي لأقول لك كارلا ما بدك قلبت، لك كارلا؟ أجرى البيت. شكلك حكيتي معه. دهلك ما قلتي لي انه المرأة حرام وضعها تعبان. اي فنانة وضعها تعبان؟ لك انا الوضع كله سوا مش مريحني. بكره بتروحي بتقولي يا ست ميديا نحن ما بدنا نأجر البيت. صدقيني بكره بس تتعرف عليها رح تحبيها كثير. ميديا كثير طيوبة. بعدين مش مثل ما حكيت لك هيديك العقربة عنا مريومة. ليك انا انه بصراحه عملت عليها سيرش على جوجل وعلى يوتيوب والبنت يا عم منيحه وطيبه وبتجنن والله اسم الله واحسن منها، بس انه رح تصير وحده منها خصوصا هلا انها حبلي وفي عندها بيبي وجوزها مسافر على امريكا. يعني نحن رح نصير عائلتها الجديده ليكون رجع جوزها. جوزها تهلكها؟ بس رجع بعد كم جمعه حبيبتي. انت شو بيأكد لك انه راجع؟ ما هن بيقولوا